مساء الخير على الجميع. فيديو جديد النهارده من قناه اروح فين منين، التومي مابس. معاكم احمد التومي. ده يعتبر الجزء الثالث يا جماعه من بور فؤاد بورسعيد اسكندريه. الفيديو اللي فات قفل فجاه من درجه الحراره، التليفون سخن زياده عن اللزوم فدرجه الحراره قفل التليفون. كنت بقول لكم وقفت اجيب فطار في الجزء اللي فات ساعه ما التليفون قفل، كنت عايز اوريكم حاجه. شكل السندوتش بورسعيد بالذات ما قابلتهاش في اي مدينه تانية، تحس ان هو شبه المركب كده شويه. بصوا السندوتش عامل ازاي. ده العيش الشامي بتاعهم اللي هو المدور عندنا في اسكندريه، وفي القاهره برضو مدور. هنا في بورسعيد بيبقى هو الرغيف عامل كده شكل شكل المركب كده. نبدأ بس هو ده اللي كنت عايز عايز افرجكم عليه. ده انا ما قابلتش الشكل الرغيف ده الا الا بورسعيد بس. لو حد تاني عنده نفس شكل الرغيف ده في مدينة تانية يبقى يقول لنا. ده منفذ محور 30 يونيو الجمرجي محافظة بورسعيد. صحباتكم السلامة. طبعا هما المنفذ بيبقى الامن اللي عليه عارف اشكال العربيات، يعني عارف العربية اللي هيوقفها يفتشها، اللي هيوقفها يسألها على حاجة. المفروض ان ده محور 30 يونيو اخره، كنا صورنا فيه قبل كده برضو. اخر ينزلك على طريق الاسماعيلية. بس احنا طبعا مش رايحين الاسماعيلية، احنا رايحين اسكندرية، فهناخد يمين من قدام حاجة بسيطة يعني. Thank you.
هقول لك القاهرة 190 كيلو، الإسماعيلية 120، دمياط 52. محور 30 يونيو برضه من المحاور الرائعة اللي اتعملت في السنين اللي فاتت. بتجيبك من الإسماعيلية لبورسعيد مباشرة. يعني اللي أنا أعرفه إن إحنا كنا الأول، أنا دلوقتي مثلا إيه في القاهرة ورايح بورسعيد، كنت بضطر آخد مثلا طريق الإسماعيلية واخش الاسماعيلية، ومن الاسماعيلية اخد اللي هم 70 كيلو اللي بالعرض دول على محاذاة المحاذاة للمية بتاعت القناة او الدخلة اليمين. دي يا جماعة هي دي اللي تمسكنا ايه الدولي الساحلي. محور 30 يونيو اختصر علينا بقى القصة انك تخش جوه الاسماعيلية، ومن الاسماعيلية تروح بورسعيد. بقت من قبل ما بتخش الاسماعيلية حبة كويسين، يعني بتاخده وبيدخلك على بورسعيد مباشر.
احنا لسه يعتبر ما مسكناش الدولي الساحلي بصورة نهائية يعني. بس اعتبر ان هو ده طريق اسكندرية بورسعيد. مكسرة بقى هتلاقيها اللي هي ايه قدام شوية كده قبل دمياط، وربنا يعيننا بقى وايه والموبايل يعمل بأصله ونقدر نصور لكم باقي السكة. بص يا جماعة، مفترض الطرق اللي جاي ده اليمين بورسعيد اللي هي والديبة، الشمال الطريق الدولي الساحلي ودمياط، احنا في الشمال. هو المفروض يكتبوا برضه ايه اسكندرية بحيث الناس ما تتوهش، كبنها بعديها بشوية اهو، طوالي دمياط اسكندرية. اللي عايز يعمل يوتيرن ويرجع هيبقى طريق الاسماعيلية القاهرة. جاي لك هنا بيقول لك طريق بورسعيد القاهرة محور 30 يونيو شمال على طول دمياط اسكندرية الدولي الساحلي. الدولي الساحلي ده اللي هو اخره محور ابو ذكري ومحور التعمير والساحل الشمالي، ولا يمين ولا شمال، هو نفس الشارع بس بتختلف المسميات. يعني هو شارع واحد اسمه الدولي الساحلي واسمه محور ابو ذكري واسمه محور التعمير. يعني مجرد ما نمسك الدولي الساحلي يا جماعة ولا يمين ولا شمال هتوصل عند كارفور عروبة، اللي هو من عنده بناخد يمين على الساحل الشمالي او شمال على الصينية بتاعت برج العرب واحد خطاب ومطار برج العرب. اللي احنا ماشيين فيه ده
لكن من زمان قوي، وهو الطريق مش الوصلة اللي احنا ماشيين فيها دي معقولة شوية، بس هنقابل دلوقتي. هما يمكن بدأوا يشتغلوا فيه بس ببطء شوية. نكتفي بهذا القدر من الجزء الثالث من بورفؤاد بورسعيد اسكندرية. استاذنكم يا جماعة، اللي عجبوا الفيديو اشتراكوا لايك وشير، تفضلا وليس امرا، واللي ما عجبوش يكتب لي في تعليقات ما عجبكش بيه، ونشوفكم في الجزء الرابع.